كشفت مصادر إخبارية عن تعهد المستشفى الأوكراني الذي تتواجد به جثة الطالب الجزائري رحمه الله بالحفاظ على الجثمان وعدم دفنه في أي مكان كان احتراما لعائلته الجزائرية، حيث أكد أما الضحية أن عائلة الطالب طالبت المستشفى ذاته عن طريق السفارة الجزائرية بأوكرانيا بالحفاظ على الجثة لغاية نقلها إلى الجزائر ودفنها على الطريقة الإسلامية في مسقط رأسه. من جهته ناشد الدكتور مولاي عبد الحفيظ والد محمد عبد المنعم الطالب الذي قتل في مدينة غاركيف الأوكرانية السلطات الجزائرية لتسهيل عملية إعادة جثمان ولده إلى الجزائر. وقال والد ضحية الجزائرية في مقطع فيديو: أناشد أعلى السلطات في الدولة أن تسعى لحفظ الجثة والتوصل لتحديد مكانها وضمان بقائها على حالها إلى أن تتحسن الظروف في أوكرانيا ويتم نقلها إلى الجزائر.